الاهتزاز العالمي الأخير بسبب الموجة الفيروسية الجديدة، والتي تفيد المصادر الطبية بأنها أشد خطورة من سلالات كوفيد-19 الأخرى، ولدى قلقا مجتمعيا جديدا، فباتت المدارس والجامعات على أبواب الإغلاق، كما ولدت آراء شعبية بخصوص الواقع الصحي في العراق مقارنة بدول المنطقة. رادنا مثل باقي الدول، والله هواي شغلات رادنا مثل باقي الدول، يعني النظافة، الترتيب، العناية، الاهتمام، المثابرة، المتابعة، هواي أشياء رادنا، إحنا عندنا جاي نشوف إهمال، حتى لو يصير مكان إعمار بي أي مكان، يصير بي إعمار، يصير بي ترتيب، يصير بي إهمال. يعني مو ذاك المستوى اللي بالطموح، يعني من نشوف مستشفيات بدول الخليج ودول الأوروبا، بس ما نطمح الدول أوروبا، الدول اللي قريبة المحيطة بالعراق يعني مستوى بعيد، خدمات أكثر. هسه مثلا كان اكو سفر لإيران، عبر إيران فرق، يعني تلقى مستوصف مستشفى مثل يعني بسيطة بالمنطقة يجوز أحسن من مستشفى معروفة عندنا. المخاوف من تسلل كوفيد المتحور من الهند إلى العراق زادت من الإقبال على تلقي اللقاحات في مراكز التطعيم. مواطنون طلبوا الجهات المعنية بمواكبة الطفرة الصحية بعيدا عن الأنظمة التقليدية من النواحي التقنية والإدارية. نقص بالإمكانيات، بالتجهيز، بالأدوات، بالأدوية وغيرها من المستلزمات. والطبيب شو يريد يسوي، أو الممرض أو الكادر الطبي شو حيسوي غير أنه يقدم الخدمة؟ بس إذا ما متمكن من ناحية الأجهزة ومن ناحية المعدات ومن ناحية الأدوية، فاعتيادي يكون الخدمة اللي يقدمها تكون خدمة ضعيفة. وبحسب استطلاع لموقع وورد سي اي او الأمريكي، فإن العراق حل بالمركز 87 من بين 89 بلدا من ناحية تردي الواقع الصحي، أي أنه حل ثالثا على مستوى العالم بخصوص قلة كفاءة كوادره وعدم توفر أغلب الأجهزة اللازمة لعلاج المرضى. من البصرة كان تقي، قناة التغيير.